حجار يبسوا الشجار صاروا للنار حبيبتي. أهلين حبيبي مساء النور. ليش تأخرت؟ مريت لعند البنات، بكرة أول يوم في عصندوق. الله ينجحهم. توقعت إني أشوفك هنيك. رحت أنا وصفاء واشترينا شوية كتب. يا سلام، هذا الكتاب من نون؟ إيه. شو ما شاء الله واصل للصفحة 70، شو النشاط هذا؟ رواية حلوة كتير بتشد. إيه. المهم إنك أنت تكوني مرتاحة. لحد هلأ حاسة حالي مرتاحة، بس بعدين ما بعرف شو بصير معي. يا حبيبتي أجليل الثقافة هلأ بوشك على المطبخ، جوعان وميت من جوعي. تكرم عينك. الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله. الله يتقبل منك. منا ومنك صالح الاعمال حبيبتي. وين بتحبي تشربي القهوه؟ وين ما بدك تقولي. بتعرفي شو؟ ايه؟ رح فيق اخواتي ونيجي نشربها عندك بالاوضه. حبيت نتغلظ عليك اليوم. ولا يهمك تغلظي. صباح الخير فتي. حبيبي يلا روحي فيقي ناس مشان نشرب القهوه عند ماما بالاوضه. طيب
بس لغسل وشي. ماشي. صباح الخير. صباح اهلي ماما. صباح الخير. الله لا يحرمني هاللمه وهالجمعه يا رب. طيبه. يسلموا ايديك يا الله كثير. الله. سامعين صوت فيروز يطير لحن. يعني هالمره بتعطي للصبح طعمته. بتذكرني ببرنامج قديم انتم ما بتوعوا، برنامج اذاعي كان اسمه مرحبا يا صباح، وبتذكر كان يقدمه منير الأحمد ونجاة الجم. هالبرنامج كانت كل سوريا تسمعه. إمتى كان يطلع؟ أول طلعت الشمس. وهذا بيدل يعني كان يعطيهم إشارة لحتى يبدو الناس نهارا. وكان معظمه أغاني فيروز. إيه أمي أنا بتذكره. يكون بابا عم يلبس ثيابه وأنت لحقتيني من قرن لقرن مشان أخذ سندويش على المدرسة. هلأ طمنوني، شلون عزماتكم؟ حديد. أهم شي ما تخافوا، وهلأ إذا كنتوا حاسين حالكم بحاجة لتراجعوا أي درس راجعوا، لأنه أوقات كتير بيكون في إلهام، مع أنه أنا بفضل الاسترخاء قبل الفحص. إلهام؟ شو هاي إلهام؟ يعني شلون بدي أقولك؟ أوقات كتير الواحد بيجي على باله يقرأ شي صفحة أو شي سؤال بيقوم بيجي منها من الفحص. قلولي هلأ شو بدي ألبس؟ لبسي أحلى تياب عندك اللي بيريحك، المهم تاخدي علامات منيحة. ماما طمنيني، دعيتي لهم للصبايا؟ يتقبروني. معقول يعني؟ معقول ما ادعي لهم؟ الله يوفق لي اياكم ويحميكم ويوفقكم بهالامتحان ويفتحها بوشكم يا رب. خلينا اياكم حبيباتي. وانا ايه وانا شو يعني؟ خاطرك ماما. مع السلامه يا بنات. الله يرضى عليكم، هدوا حالكم منيح، واهم شيء انكم ما تخافوا، ما في شيء بيخوف ماما. انتوا بس اقروا سؤال على اقل من مهلكم وبعدين جاوبوا، وبعدين لا تتركوا القاعه قبل ما تخلص الوقت. ايه حبيباتي الله يرضى عليكم. تعينا ماما. الله يوفقكم ويفتحها بوشكم بجاه الرسول. يلا باي. الله يرضى عليكم. مع السلامه. تعينا. ايه الله معكم. الله يوفقكم يا رب. تعرف بالعادة كان بابا يغيب يومين ثلاثة، هالمرة غير شكل، طول كتير. يا الله شو اشتقت له. معك حق، وأنا كمان، بس لو تعرفي قديش ترك فراغ بالشغل. مهم تكون أنت عبيته. عبيته؟ إيه أبوكي بده 10 مثل حكايتي ليعبوا مطرحه، بس ضبط الأمور مثل ما بده بدقة. الله
يلا تكون وصلت الطيارة. أوكي. بابا. يا ليل حبيبي. لا سلام. الله يسلمك. تأخرت فاتن. لا تشغلي بالك هلا بتجي. يعني هيك إذا لتقديراتك فوق 60%. إن شاء الله. لا هي على أسوأ الاحتمالات، بس إذا بدي أعطي بالضبط شو كان بي لازم أخذ 70%. إن شاء الله 70 و75 كمان. أهلين فاتن. مرحبا مرحبا. أوف أخيرا. شلون طلعتي؟ ممتازة. ماما تأخرتي ماما. إيه كنت واقفة أنا ورفقاتي عم نحسب العلامات. إيه ايه شو ايه شو طمنيني كيف حكيتي برافو عليكي ورجيني ورقتك تفضلي ايه وشو بكي ليش معصبه ايه مو شايفتيني هالتاني ايه تعالي شوف هذا السؤال شلون جاوبتي عليه هي علينا امالك لك خلاص منيحه يعني منيحه اف يا ما تعمش وين عم ما تقولي الا وصل ماما شو عملتي لنا حبيبتي هلا بس يجي عمك بنتغدى كلياتنا سوا لا معلش يا ساميه خليها تاكل لقمه وتنام ايه والله فكره مرحبا يعطيك العافيه حبيبي يا حبيبتي مرحبا اهلين عمو اهلا 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 كيفكم الحمد لله تمام يا عمو طمني شلون طلعتي بالفحص ممتازه انت لساتك عند وعدك طبعا نجحتي وشوف اذا كنت عند وعدي ولا لا ليش دخلت محمود حبيبتي اجى الناطور تبع الفيلا تبع جودان قبض راتبه وقال لي مدير المي اطلع قلت له صلحه لانه بدنا نطلع بعد العطله شو بتشرب عمو والله يا عمو إذا في شراب توت شامي بشربه ماما بالخزانة فوق المربى في قنينة كبيرة روحي جيبيها ايه تكرم عينكم أما شو بلاد يا بيسار شو سفرة اشتهيتك بس أنا ميتة من جوعي أكل الطيارة ما عجبني طبخت لك جاج بالفرن هلأ هاي طبخة هاي ماما لا تحطيني حبيبة قلبي عم بمزح معك بس بالأول بدي ورجيكي شو جبت لك ليلي دللك بغيابي ولا لا؟ بتعرفي بابا وقت ما بيكون رايق ما في أحلى من هيك وإن شاء الله كان رايق يعني شوفي ما دريتي طبعا عمو شريف شاكر مات شو؟ كيف؟ مو كان بهولندا؟ مات بهولندا الله يرحمك يا شريف أبوك كيفه بابا كتير مقهور عليه وبعدين طلعت بنت عربية ومن المغرب وعمك أبو لطفي نازل فيها حكش بالعربي الله يغزيه هلأ المهم بابا عملت شيك أب المستشفى يا ستي رحت على الدكتور قال شو بده يدخلني على المستشفى وانا ماني مريض خفت اذا دخلت على المستشفى وقوم امرض على حقي يا بابا يعني شو بصير لو طمنتني عليك اي سعاد الله يصلحك عمو صحته مثل الفل لا تفعلي عليه هيك الا معلش بهذا العمر ضروري الواحد يعمل فحص شامل كل فتره بهذا العمر عمو لساته شاب وشيخ الشباب كمان شو ان شاء الله بدك تخدريني من هلا لا سمح الله بابا بس يعني كنت حابة اطمن عليك لا تخافي اطمني صحتي مثل الحديد اي الشنطه يا ريتك ما طالعتها معك لانه بدك تاخذها بكره على المكتب وتدرس لي اللي بقلبها اذا عجبك المشروع مشان نفتح له اعتماد طيب هلا طلع على السياره ما في لزوم طالما وصلت لهون بكره وانت نازل الصبح بتاخذها معك لا احسن ما انساها يلا شو طمنيني شلونه معيك منيح بس يعني شو بدي اقول لك يعني مطيع زياده عن اللزوم احسن يا بابا شو احسن هدول المطيعين بخوفوا بالشغل بخوفوا بالعلاقات العامه بس بالجواز ما بخوفوا وينك ديري بالك علي الله يرضى عليكي ما بدنا نعيد التجربه الاخيره Thank you.
مرحبا. أهلين. لو سمحت بدي دواء الضغط اللي بتاخده ماما. إيه إيه ذكرته. بدك الأجنبي ولا الوطني؟ لا ما في مشكلة، برغم إنه عمي بيصر على الأجنبي بس خليني أجرب الوطني. على عيني. كيف وضع المنشطات معك؟ إن شاء الله جابت نتيجة. بتذكر أنك أخذت منشطات مشان تقدر تسهري. مزبوط، بس ما استخدمته. ليش بقى؟ سمعت نصيحتك. يعني سرتي بدون منشطات؟ عملت برنامج لحالي ومشي الحال. كيف كان امتحانك؟ أنت بكالوريا ما؟ إيه الحمد لله منيح. أدبي ولا علمي؟ لا أدبي. برافو. إذا بدك أي مساعدة أحكي. مساعدة؟ بشو مثلا؟ يعني باللغة العربية. ليش حضرتك أستاذ لغة عربية؟ لا 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 ما فهمت. يعني نصحتني بالدواء وما طلع الدكتور، وهلا بدك تقدمني مساعدة باللغة العربية وأنت مو أستاذ لغة. صحيح، أنا لا لي طبيب ولا لي أستاذ لغة عربية. لكن شو؟ شو يعني قصدك شو بشتغل؟ هيك شي. يعني إذا بتعتبري الكتابة مهنة فمهنتي الكتابة. دكتور؟ شو بدكتور؟ بتسمعي بشي اسمه رواية؟ الله يسامحك، أنا بقرأ روايات كتير. وشو آخر شي قريتي؟ قريت الأجنحة المتكسرة، قريت دعاء الكروان، قريت برافو. هاي روايات شهيرة بالأدب العربي. شو يعني؟ رواياتك مو شهيرة؟ بعتقد هيك. تفضل يا عمو. تفضل. شكرا. شكرا. الله. يلا بخاطركم. مع السلامة. السلام. فعلا ظريفة بنت. ظريفة كتير. شو قلت لي اسمها؟ اسمها إيناس. إيناس حلو. بس كانت سفرة حلوة كتير، أخذونا على كل مطرح وعلى سهر وضحك وفرفشة. اشتهيتك تكوني معي ماما. شفتي هدول الشباب والبنات اللي بيبوسوا بعض بالشارع؟ ايه يعني هذا الموضوع محلول عندهم اجتماعيا، يعني مفهوم العار حالينه. العار؟ ماما شبك مفهوم العار ولا مفهوم الحقوق؟ يعني اللي قصدته انه هناك غير هون اجتماعيا. هاي اجتماعيا من وين بتجي؟
يعني الواحد إذا ببلادنا مسمح له يقطع إشارة المرور الحمراء بتكون غير شكل اجتماعيا؟ أنا قصدت إنه بالسويد تقاليدهم الاجتماعية بتسمح لهم بالشي اللي عم يعملوه. ومن وين إجت تقاليدهم الاجتماعية؟ طبعا مع تطور المجتمع. ماما شبك، المثال اللي أنا طرحته كتير بسيط، البوسة ومو أكتر من البوسة. أنت لشو بدك توصلي؟ بدي أعرف شو يعني تحرر المرأة. يعني إنه المرأة توصل لحقوقها. حقوقها ولا تقاليدها؟ لا، حقوقها، بشرط إنه تحافظ على احترام التقاليد والأعراف الاجتماعية. وبركة تناقضت الحقوق مع الأعراف الاجتماعية، وقتها بتناضل من أجل إلغاء التقاليد البالية. تقاليد بالية؟ مثل شو؟ ما في ببالي شي محدد هلأ. ولو ماما، ما أنت محامية ويا دوبك جاي من السويد من مناقشة حقوق المرأة. يبدو إنه بالسويد كان فيك تناقشي حقوق، بس لما رجعتي عالشام صار بدك تحكي عن تقاليد وبالية كمان. وليبيسان، منين جاي بهالأفكار؟ أكيد ضليتي تناقشي لأبوكي بالنظريات لحتى تعجلك عقلك. لا والله ما حكينا أصلا. خبر موت عمو شريف ترك بابا بمزاج لا بياخد ولا بيعطي. لكن منين جاي بكل هالتفاهة؟ ماما هاي مو تفاهة، أنا في كتير أسئلة عم تخطر ببالي هاليومين. ما بعرف، بجوز لأنه لحالي. أنتي بالسويت، بابا حاطط الحزن بالجرن. بتعرفي لما عم بقعد أدرس عم بشرد كتير، في كتير أسئلة عجيبة عم تخطر ببالي. يعني بجوز إذا هاجرت تروح هالأسئلة، ما قصدي هجرة، سافر برا للدراسة. وسألت بابا. إيه وشو قال لك؟ بتعرفي بابا ما بيحب الهجرة، كنت كونتي الجزور. وليبيسان، ولك لسه ما كنتي خلقانة وقت انعرض مسلسل الجزور. بعرف، بس استعرت الرواية من مكتبة الوالد المحترم. على فكرة ماما، ليش سميتوني بيسان؟ ما هي القضية نفسها، الجزور. تعرفي غنية فيروز؟ وكل شيء كان باب وشباكان بيتنا في بيسان. بالضبط، يعني مسألة حقوق. هي ما فيها حقوق وتقاليد، هي حقوق وبس. على فكرة لا تنسي تاخدي القميص لأبوكي بكرة لما بتروحي لعنده. ماما لساتك بتحبيه؟ ما بعرف، يعني حتى لو كنت بحبه شو الفائدة؟ كل واحد راح بحال سبيله. مدام عمد هون؟ دورة الكلية؟ أهلين. وينك يا بنت الحلال؟ شفت لي عليا؟ جت وراحت. بدك شي منها؟ مريني؟ لا ما في شي، بدي أخذ منها شوية محاضرات. أنا جاهز لأي مساعدة. بتعرفي أنا هون لورد وبرشين، بدبر لك أي محاضرة بدك إياها. شكرا، ببقى باخده من عليا. أمان؟ ما عليا عندها تليفون، بتحكي معها من البيت. أنو بيت؟ من بيتي، ما في حدا عندي. نقعد ندرس على راحتنا، ندرس نتسلى. أكيد الأيام عم تشتري من وحدة. شو اللي عم يصير؟ مو معقول، من حق أي واحد إنه يعجب بأي بنت، بس مو بهالندالة. هذا أساساً واحد تافه. جلال حكالي عنه إنه إنسان تافه، لا تخافي منه. أنا مالي خايفة منه، أنا قرفانة، الفكرة كلها بتقرف. أنا فكرة؟ فكرة الاستغلال. استغلال اللحظة المناسبة، الحاجة، المنصب. شو اللي عم يصير للناس؟ ولا كله لأنه مطلق صبية ومطلق. تعرفي ماما، أمل تأخرت كتير. ما تقولي غير إجيت. أنا بدي إياها ترجع قبل ما يجي عمي، لأنه حبيبتي مو حلوة يقعد ينتظر. بتعرفي على كتر ماني تعباني حاسة إنه أنا بحاجة لأسبوع كامل نافي. خلاص بس نرجع بتنامي مشان عمك، خليه ينبسط فيكم. هو على كل أحوال ناطر لتخلصوا امتحاناتكم لحتى يطلعكم مشوار، لذلك أنا ما رح أكسر بخاطره، لأنه بتعرفيني أنا مالي جلد على هيك روحات. إيه أمي، أنت لازم تطلعي، صار لك شهر ما طلعتي برات هالبيت. ألو أهلي. لا عيني نمرة غلط.
أهلين أمولة. مرحبا. مرحبا ماما. أهلين. مرحبا. أهلين فاتن. وأخيرا انتهت الامتحانات. طمنيني شلون طلعتي؟ منيحة كتير. شفتي السؤال اللي قالت لي اياه امبارح ليلى؟ اجا والموضوع كمان اجا. ما قلت لك انه في ناس بتجيب الأسئلة؟ مستحيل حدا يقدر يجيب الأسئلة. المهم عملت منيح وخلصت. الأهم من هيك انه تفوتي تغيري ثيابك مشان نطلع مع عمي. اي بس انا معزومة. لوين؟ عزمتني رفيقتي ليلى نروح نتغدى بالشيراتون. ابوها حجز وخلص. اي ما صار شيء، اتصلي فيه واعتذري، عمك حابب نجتمع سوا اليوم. اي ناس طيب، انا هلا خلصت فحص، يعني حرام الواحد يطلع مشوار مع رفقاته. خلصينا فاتن، فوتي غيري ثيابك واعتذري من رفيقتك، يلا قوام، بعدين امك طالعه معنا. شو بك امان؟ الصبح ما كان فيكي شيء؟ ما في شيء. شغلة بسيطة، واحد تافه ضايقني، بس أنا هلأ فهمت ليش بابا الله يرحمه كان يخاف علينا. كان بده يبعدنا عن كل شي في أزعلنا. شو جاب مخاوف أبوكي هلأ على بالك؟ مخاوف أبونا مثل مخاوف أي أب بهالدنيا عادية. ما في أب بهالدنيا بيتمنى الأذى لأولاده. مهم أنتي لك لسه ما طلعت من البيت مثل العالم والناس. دغري ما بيصدقوا يشوفوا واحدة صبية ومطلقة حتى يعتبروا أنه. قلتلك المهم أنتي. أنتي بطريقتك بتقدمي حالك بصورة محترمة. أنتي بطريقتك تقدري تلغي أي نظرة مو منيحة موجهة إليك. شبيك أمال؟ أنا لو منك بتعلم كيف الواحد بيحدد وجعه بالضبط وشو بده من هالدنيا. حبيبتي أمال قومي هلأ غسلي وشك وزبطي حالك لأنه عمك جاي ياخدنا هلأ مشوار. ما بدي روح. شلون ما بدك تروحي؟ شو قصتكم انتو بهالبيت؟ امك مو جاي عبالها تروح وفاتن معزومه وانتي كمان مو جاي عبالك تروحي. شو انا اللي جاي على بالي روح؟ جاي عبالي شي مره نقعد كلاتنا مجتمعين مع بعض. شو بكون؟ شرفي هي عمك اجا. طيب طيب 24 ساعه بيكونوا عندك. قل لهم يحضروا الشحن. إلا أسيدي بلا بيئة بلا بطيخ مسمر. شو يعني بدهم يحسنوا بيئتهم على حسابنا؟ هن بيقولوا هيك مشان يخوفونا. لا لا كلها فكرة جنوب. شلون يعني؟ لا 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 في زيادة أسعار ولا هم يحزنون. طيب طيب على عيني تكرم عينك. مع السلامة حبيب. تريك من إيدك تريك من إيدك. طلبني حجازي أبو عبدو حجازي. قال له بدنا عرض ل 200 طول جلود وانسجه مختلفه. قال له يبعث لك الاسعار بالفاكس. قال له عمي مسافر لالمانيا. اذا عجبه السعر والصنف بثبت هنيك وبيدفع بالمارك. يلا ورجيني شوف. على عيني عمي. الو مرحبا سيد حجازي لو سمحتي. الو سيد حجازي مرحبا فيك. أنا نزيه من شركة أبو عبدو الصافي. أهلين وسهلين بي. أخي عمي حكى معي قال لي بده عرض ل 200 طن مواد تحضير جلود ونسيج من شركتكم. إيه؟ شلون؟ من فرع كوريا ولا ألمانيا؟ من المصدرين أخي، من المصدرين. الأولوية لألمانيا لأنه بدنا الشحن بسرعة. ما بعرف أخي، أنا ما بعرف شو طالع الأسعار مو طالعة. أنا علي بلغه لأنه هو مو موجود هون، عم يحضر حاله للسفر. طيب طيب ربع ساعة رح انتظر فاكس من عندكم مشان أخده وروح لعند عمي. ما لا لا بجاوبك بعد الظهر. بعد الظهر على عيني. شكرا لإلك، مع السلامة. فلا بس يصل الفاكس بتقارن العروض بالأسعار هي. إذا لقيتها أعلى بتتصل بالصراف تسأله شو سعر الدولار. فهمت علي؟ بتبلغني مشان قلك شو بدنا نساوي. سيك ورجيني همتك يا شاطر. يلا على عيني عمو. خدي ماما أبا. عمو أنا جاي عبالي أرجيني. شو؟ عيب ماما لساتك صغيرة. شو صغيرة ما صغيرة؟ أنا عمري 18 سنة أنا بالله.
المهم يا جماعة هلا نفكر شو لازم نساوي. قصدي شو عم تفكروا تساوي؟ كيف يعني عمو؟ يسلمه. يعني مثلا شو خططكم للمستقبل؟ شو عمو إيناس؟ يا سيدي إيناس يمكن تتجوز عن قريب. ماما؟ فعلي ماما ما في حدا غريب. ما شو خجلانة؟ شو إيناس؟ لا مرت عمي ما في شيء، بس كل القصة أنه تقدم لي شب هلا وقلت له بنحكي بموضوع، هذا كل شيء. شو علي عمو؟ إذا شايفتي شب مناسب لا تتردد. إن شاء الله خير عمو، نشوف. أنا المهم بالنسبة إلي أنه ما يسافروا لبرا. ليش بقى ما سافر لبرا؟ يعني إذا في مشروع دراسة برا ليش لا؟ بعدين أنا عمو حبيبي وعدني أني سافر لفرنسا مشان أدرس. أي عمو مظبوط، أنا وعدتك بشرط أنه ماما توافر. ايه بس انت وعدني انه انا سافر. مظبوط عمو مظبوط، بس انا اللي شايفه انه ماما مو موافقه، لذلك انسي الموضوع. حظي وبعرفه اصلا انا. شو عمو امان خير؟ شايفك مالك على بعضك. لا على بعض النص ليك مثل الفله. لا ابدا عمو ما في شيء، بس كنت عم فكر بعتقد انه انت احسن عم بالعالم. زيادة عن اللزوم. أنا حاسس إن الكلمة عم بتقدم باتجاهه أكثر. عم يتضايق. يا ترى إحساسي مظبوط؟ يعني في هيك شيء، بس لازم تسأل شو السبب. طيب أنت برأيك شو السبب؟ أولاً الخجل وعزلة النفس. بعدين أنا ست وبعرف إحساس البنات كيف بيكون. قصدي بجوز يكونوا خايفين من المصادرة. مصادرة؟ لك حبيبتي منين بتجيبي لي هالكلمات هي؟ يعني وقت اللي بتكون انت المسؤول عنهم بالشاردة وبالوردة بيكون الخيط كتير رفيع بين الرغبة وبين الطلب، بين النصيحة وبين الأمر. وانت بتعرف يا محمود انه هذا الزمان غير زمان. انا اليوم بصراحة شفت الحيرة بعيونهم وقت اللي قلت لهم شو طلباتكم، هذا مع انك قلت لهم شو مفكرين. محمود انا برأيي نكون اصدقاء معهم. اصدقاء؟ حبيبتي هدول بنات صغار لسه تجربتهم بالحياة بسيطة وسطحية. طيب شلون بدك ياهم يتعلموا؟ مو ضروري، هنن آخرتهم بدهم يتجوزوا. يعني إذا أجاهم عرسان وضعهم جيد شو بدهم بالدراسة بوجع القلب؟ رجعت تفكر على زمانك. طبعا لازم فكر بهالطريقة. هدول بنات أخي، هدول مثل أولادي. يا أخي اعتبرهم أولادك عن جد وتعامل معهم بشكل طبيعي. محمود انت عم تتعامل معهم وكأنه كل يوم عندهم مصيبة وانت واقف معهم. غلط يا محمود غلط، هيك بيحسوا حالهم مكسورين. ما بعرف، حاسس حالي بعد العمر اني لازم اعطيهم كل شيء عندي. حاسس حالي بعد العمر كله اني انا بحاجة لهم مو العكس. محمود نحن وهن بحاجة لبعض، خلينا نعيش نحن وياهم بشكل طبيعي. عارف محمود حاسة حالي اني عم اكتشف عالم تاني، كأني عم بدخل على حياة ناس تاني. اجمل شي بهالاحاسيس انك بتكتشف حالك، بتحس انه في شغلات بحالك جوا ما بتعرفها، شغلات بتخليك تفكر بالحياة بطريقة تانية. الحمد لله انا نفدت،
انت نفدتي بس مو من الجواز، من شي ثاني. هلا شيلينا من هالستيري، قولي لي اما تحسي فيه؟ بتعرفي؟ هي وحده من مسائل الحياه اللي ما فيك تطلي عليها. يعني انا وسامي كنا حاسبين رح يجينا ولد، فرحانين وعم نخطط له. فجأة الدكتور بيقلنا هدول توم. ما عرفنا حالنا فرحانين ولا زعلانين. قال شو؟ عليكن وعليكن. ايه علينا وعلينا بس بمزاجنا وحسب امكانياتنا. ما هالشي انت ما لازم تهملي حالك وتخلي هذا الشي يأثر عليك. انا كتير عم قلل بالمصاريف وعم قلل من طلباتي، بس سامي معتبر انه الحالة المادية اللي تزوجنا فيها وعد منه وما لازم يتخلى عنه. اكيد سامي غلطان، هو هيك معتبر انه هو شيء وانتي شيء وانتو شخص واحد، بس المفروض منك انك تحسسيه انه هو اهم من الوعود اللي وعدتك اياها. انتي من وين بتجيبي هالافكار؟ بتعرفي نزيه واحد اهبل. لا نزيه مو اهبل، نزيه واحد ضعيف، وانا كنت قادرة اني اوقف معه لهو. ستي اللي راح راح ونحن اولاد اليوم. هلا صحي شو رح تدرسي؟ جاب علي ادرس صحافة، بس بدك تجيبي المجموع المناسب. بتجيبي بتجيبي، انت وحدة دريسة شاطرة. على فكرة من فترة قريت رواية كتير كتير حلوة، لازم تقريها. لمين؟ لفؤاد مسعود. انا بظن ماني متأكدة، يمكن تعرفت على هالرجال. على فؤاد مسعود؟ ايه بس ما صارت مناسبة اني اسألوا عن اسمه واتأكد. وين؟ معنا بالحارة، شفته بالصيدلية، ظهر انه رفيقه للصيدلاني، بس مثل ما قلت لك يعني ما سألته عن اسمه. هي روايته اللي قريت له اياها اسمها آخر العشاق المجانين، عن جد لازم تقريها. رسالة مطولة لعشيقة مجهولة، كتير حزينة. ذكريني قبل ما تروح يعطيك اياها. أكيد. ألو؟ أهلاً أمل. إيه موجودة، لحظة شوي. تليفون إلك. ألو؟ أهلين أمل. طيب ماشي أنا جاي، باي. خير؟ سوى الخاطبة مي، أنا لازم أمشي من شان المهندس؟ في ذاته. ماشي الله يقدم لي فيه الخير. والله زياد ابن حلال، يعني الرجال مانه من النوع اللي بيحب يلعب، انا شايفته كتير كويس. ايه خدي انتي. شبك إناس؟ هاي شغلي ما فيها مزح. بعدين انا صاير له قلت لا. لا سوا أنا ما قصدي إزعجك أبدا، بس أنا ملاقيتها كتير صعبة إنه البنت تروح لعند شاب وتقول له أنت مو عاجبني، يعني حاسة إنه فيها إهانة وأنا ماني قد هيك موقف. بعدين أنا حابة أكمل دراستي، مو مشان حدا يختارني، مشان أنا أصير قادرة على الاختيار. ومين منعك من الاختيار؟ هي جاكي نصيب كويس، اختاري نصيب. رجال آدم وابن حلال ومهندس ناجح، شو بدك أحسن من هيك؟ لسا بتقولي شو بدك أحسن من هيك؟ أنا جاي عبالي كون أنا أحسن من هيك. بعدين شو رح يفرق زياد عن نزيه؟ نزيه تركني بدون أحم ولا دستور، وزياد رح يكون معي منيح بس بالمقدمات. برجع بقلك أنا حابة أكمل دراستي، حابة أنا أختار، وأكيد أنا حكون مسؤولة عن اختياري. بس زياد عنده بيت، على الأقل مو مثل نزيه. على هالمقياس أنا شو بتمني إنه زياد ما رح يضعف قدام أي رشوة مشان يجيب لعبة لابنه أو إذا أنا مرضت. على كل حال المهم الواحد يختار، وليقدر الواحد يختار لازم يتعرف على التاني منيح، لازم يكون عنده شوية حرية. شبك سكرتيها من كل الجهات؟ سكرتها؟ صدقيني أنا ما عم سكر، هي لحالة مسكرة بوشي. الأهم من هيك يا سو هالحب، الحب اللي صرنا نسيانينه. تعرفي جا عبالي انحب، جا عبالي عيش حالة عشق كبيرة.
على كل حال أنا رح أشوفه لزياد وأحكي معه ولا يهمك. شبك بابا؟ وين سارح؟ ما بدك تشرب قهوة؟ خلصتي؟ ايه خلصت. ليش تارك حالك هيك؟ يعني بتعرف انه هلا عندي امتحانات، وبعدين دير بالك حالك شوي. لك بنتي ما انت بتعرفيني، انا لما بكتب وببطل بقدر بشتغل اي شيء تاني، يعني عادة بيكون وضع البيت احسن من هيك. المهم انت شو جابك؟ اي شو جابني؟ يعني ما شفت الحالة اللي كنت فيها؟ امتحاناتك منيحة ولا كيف؟ لا مو منيحة. شبك؟ كأني حاستك مزعوج. لا لا لا، بس يعني جيتك لخبطت لي إيقاعي شوي. هذا بدل ما تشكرني. شكرك على شو؟ هات 1500. تكلم عينك، بس مشان شو؟ نص كيلو قهوة. ايه؟ ومعلبات وجبنة وزيتون. هلا هدول حقون 1500 ليرة؟ لا هدول 500 و1000 إجرة لفاية، كون بنت الكاتب الكبير تصبح لفاية وخادمة في البيوت. موضوع حلو لمسلسل تاريخي. طب بعد هيك بعد كومادينا اللي جنب تختي افتح الدنج في 10,000 ليرة، خدي منهم ولا قلك سميهم بيني وبينك، بس عجلي شوي مشان تلحقي ترجعي تكفي دروسك. بابا أنا حاسة أنه سني خلص راحت علي، بعدين عندي كتابة، عندي إبداع. بالمناسبة شو عم تكتب؟ كنت عم بكتب رواية، بعدين هلأ وقفت كل شيء وعم بكتب مسلسل. مسلسل شو؟ دراما تاريخية ولا شواهد تاريخية؟ ولا من تاريخنا المجيد؟ ولا عن عظماء التاريخ؟ ولا أجمل قصص الحب في تاريخ العرب؟ يعني تصور إنه هلأ الموضة هي التاريخ، كأنك عم بتقول إنه البالي هو الحديث والماضي هو الجديد. تعرف أنا هلأ عم بحاول أكتب بعض المقالات فند فيها هالمسائل. ليش لا بيطلع لي؟ ما انت سنة اولى صحافي، يعني كل صحفيين التايمز ما بيطلعوا تلاميذ قدامي. تايمز؟ بابا ليش عم تمزح؟ ليش ما بتحكي معي عن جد؟ لاني بعمري ما بعرف امتى بتكوني عم تمزحي وامتى عم تحكي عن جد. شيل المزح على جنب، مو شغله بتملل؟ عم بحس انه الدراما التلفزيونيه عنا عم تشبه العجايز من كتر ما فيها تاريخ. كيف يعني عجايز؟ ما فهمت عليك. قصدي أقول إنه الختيار دائما بيتذكر شبابه أو حتى طفولته، يعني بيرجع لذاكرته البعيدة بيتباهى بشبابه، وهيك الدراما التلفزيونية ببلادنا، يعني وكأنه ما عنا شي نحكي عنه لا عن الماضي القريب ولا عن الحاضر، وكأنه التاريخ القديم هو كل شي، مع أنه الزمن بيقول العكس، ما هيك؟ طبعا هيك. إذا يا الكتاب ما بيعرفوا إنه عنا حكايات عظيمة، أو بيعرفوا ما بيقدروا يعبروا عنها. الدراما مو شغلتها تحكي عن الحكايات العظيمة وبس. أنا ما قصدت بالعظيمة الشغلات اللي إلها ضجة، لا قصدت الشغلات اللي روحها عظيمة. يا الله شو؟ ما تكوني اتضايقتي؟ لا حبيبتي، ليش لا اتضايق؟ يعني لأنه إيران هي اللي عم تربح. لا طولي بالك، لسه المباراة طويلة. يعني أنت مع أمريكا؟ لا ماني مع أمريكا، بس ليش لكون مع إيران يعني؟ نعم، شلون ليش بدي إياك تكوني مع إيران؟ على القليل هدول جيران إلنا، والنبي وصى بسابع جار. إيه أنا لاني مع هدول ولا مع هدول، أنا محايدة. بعدين شو فيها إذا شجعت أمريكا؟ مو من حقي؟ إيه حبيبتي من حقك، أنت اخترتي أمريكا لتشجعيها وهذا الشيء من حقك. هذيك المرة صرخت علي لما كنت عم شجع النرويج، بدياني شجع المغرب، قال شو؟ عرب مثلنا. ايه وإذا عرب مثلنا؟ حبيبتي أنا بدي شجع النرويج، على المقلية النرويج بلد بيحترم حقوق الإنسان. لك أنت على مين عم تمثلي؟ شو هي حقوق الإنسان وحقوق الحيوان؟ منين طلعتي لي فيها؟ أصلا أنت ما بتفهمي من حقوق الإنسان غير البيتزا والديسكو والهمبرجر، هذا اللي شايفتيه من الغرب، ديسكو وهمبرجر 5 نجوم. ها؟ ايه وشو فيها يعني؟ وبعدين بقى يا بنات؟ لا انا رح اترك لك التلفزيون لامل خانم. هلا معقولة هيك امان؟ شو اللي معقول؟ اصلا اختك وحده جدبه، وين بتشوف فريق نحن بنشجعه بتكون هي ضده.
هلا شو هالحكي الفاضي؟ هي البنت من حقها تختار، حقها تختار الغلط؟ ومين قالك انه احنا عم نختار الصح؟ وشلون هي بقى؟ اشرحي لي لشوف. بظن ما في داعي، والا بعدين بجرحك وبتزعلي. شو بتقصدي؟ انت بتعرفي شو بقصد. لا انا فعلا ما بعرف، اشرحي لي. تكرمانك رح اشرح لك. انت لما اخترتي الافندي حسام اختيارك له كان صح ولا غلط؟ ايناس انت اجبرتيني. نحن يا امل لازم نتحمل خلافات بعضنا بهالبيت. ايناس انت عم تشرحيني. صدقيني ما كان قصدي اجرحك، والله ما كان قصدي اجرحك، بس كمان مو معقول تنام فاتن وهي زعلانه. شو فتون؟ زعلتي من أمل؟ انت بتعرفي انه أمل بتحبك وما كان قصده. دايما بتزعلني. خلصنا غلاظة. انت حاجة سألي. ما تسألي علي. انت تسألتي بالأول. انت اللي عم تتغالظي. خلصونا ما انتو تتغالظي. انت اللي عم تتغالظي. عشان صريصة. لا. اي والله. لا ناس يلا.